شو هودي يا جو؟ هودا اشا اسمه اد ميموار. هول اد ميموار بيساعدوكم بحيلا اكزامان. مش روشتات نونو، انا بكره يتسموا هيك اشياء روشتات. هو اسمهم اد ميموار، فيكم تكتبون على الوراق وفيكم كمان تعملون متقرب شوي الكاميرا في هيدا الشيء. اسمه شو؟ هذا الشيء اسمه ميموار. اوكي، هيدي الميموار شو في ساحتين اد ميموار. اذا لقطوا معكم الورقه بدل عندكم هيدا مثل بالاف بي اي بيستعملوا هيك شيء داتا، يعني داتا ذاكره على الداتا. فهيدا الشيء مش مضطرين، بس تكين فتحت لاني حطيت هلا الداتا على هيدا الطريق اللي اسمه بسموه سلولات. شو ماركته؟ ما انا عم نعمل دعاية هلا، روقي شوي. منفوت على الجاليري بعد عم تعمل دعاية. خلينا نحكي عن هود داتا. هود داتا فيهم كل شيء مفيد. هلا منصورهم منهم كيف تعملوا حفظ للداتا على الميموري. اوكي، تضلوا عندكم اذا لقطوا الورقة بدل عندكم ميموري بايدكم. منفوت على شو اسمه هيدا الشيء، هالكام. منفوت على الدوسيه ومنكبر قد ما بدنا، بتصيروا تقدروا تشوفوا الكلمات كأنه باللوب. مبين واضح هيك. اذا نسيتوا شي جملة او شي، بدل عندكم اد ميموار هيك بكفلكم انكم رح تنجحوا بحيالله مسابقة او حيالله اكزامان. ارجو نلاقيكم بحلقة جديدة من فلفة الرش.